آثار طيبك مطبنا ورثنا عن الآباء عقد ولائكم ونحن إذا متنا نورثه الأبناء. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت الله كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم أهل الولاء، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلا وبطوس والزورى وسامراء. يا من غدا تقضى بل الدنيا قضت ومعالم الخيرات منذ مضوا مضت إلا قبور كالكواكب أو مضت ما جئتهم في حاجة إلا انقضت. يا الله وتبدل الضراء بالسراء. اللهم صل على محمد. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهروب من نسمع صهيل الخيل نامل لي الماء أقدار أذكر طيحتك يا حسين وصدرك ذاك اللي تكسر الحوافر من تدوس القاع تخلي أثر بيها وانت سوت بجثتك يوم الداسة عليه. يا أهل الشرف يا أهل الشرف يا أهل الرياسة ترى حسينكم عالرمح راس. يا قلب ذوب يا دمعة فجار على المرمي ثلاثة أيام بالحار. يا قلب ذوب عالزهرة الزكية دفنها بلي الحماي الحمير ولا تسني خبر المسماري سل صدرها خزانة الأسرار. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها من على سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خادم الحسين خادم زوار الحسين بالصحة والعافية إن شاء الله تمام العافية وعلى جميع مرضى المؤمنين. يحفظ مشايخ الكرام السادة العلماء خدام الحسين. الفاتحة مع الصلاة.